فباختصار شديد جدا هو صورها هي عارية، وبعد كده قام بإرسال الصور دي على جوالها وهددها بفتح الصور دي. وبالفعل يا أستاذ أحمد هو نزل الصور دي في بعض المواقع، وتم الحصول على لينكاتها، وتم الحصول على معرفاتها زي ما بيقولوا في ناحية القانون يعني، وتم تقديم الشكوى بناء على أدلة سواء كانت صوتية بالتهديد، وده برضه قدم. والمرحلة الثانية بتكون إفراغ كل هذه الأدلة إلكترونيا، وبعد كده مساءلة والتحقيق معه والحكم عليه بعقوبة إذا كان هناك قانون يطبق. طيب أستاذ إسلام، عشان أوضح برضو للسادة المشاهدين الشكوى، عشان ده هو الخبر الحديث جدا واللي لسه حضرتك بعته لنا حالا، السيد مدير نيابة العاصمة، وخلينا يا ريت لو ننزل بيه على الشاشة، السيد مدير نيابة العاصمة المحترم، موضوع شكوى جنائية، رونان ماي مارسي فان الجنسية الفلبين، عنوان كذا طبعا شايلينه عشان ما ينفعش نحط عنوانها على الشاشة، المشكو في حقه عبد الله محمد أحمد الشريف، الجنسية مصري، الرقم الشخصي، العنوان وكذا. أحيط علم سيادتكم بأن المشكو في حقه قد قام بتصوير عارية وقام بتهديدي بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أنه قام بتهديدي بإرسالها إلى عائلتي، وقام بتهديدي بإحداث أذى لي داخل قطر، وأنا ليس لي أقارب هنا وأخشى على نفسي، ولذلك فإنني ألوذ بعدالتكم باعتباركم حماة المجتمع، وليس لي بعد الله عز وجل إلا أنتم. أرجو التكرم بتسجيل شكواي وأخذ التعهد اللازم على المشكو في حقي وحمايتي منه، واتخاذ ما ترونه قانونا نحو تحقيق الشكوى، وأتمسك بحقوقي القانونية. طيب ده اللي حصل، ده نص الشكوى كمان للتأكيد يعني، عشان ما حدش يقول لك دي ورقة على أبيض. أيوة. لا، هو نص الشكوى تم استقبال رسالة أهو إلكترونية برضو أرسلتها. أدي كل حاجة اللي حضرتك هتوضحها نعرضها على الشاشة وحضرتك هتشرح لنا. تم تقديم الطلب بنجاح، ننزل بيه على الشاشة يا أستاذ يوسف. تم تقديم الطلب بنجاح، رقم الطلب النيابة العامة بوابة الخدمات الإلكترونية، رقم الطلب لمراجعة 4937. ننزل بيه يلا معانا عشان نبقى بنأكد كل حاجة موثقة الآن. هذا بلاغ ضد الإرهابي الهارب عبد الله الشريف، آدي تم تقديم الطلب. ثم تلقت رسالة أيضا، وآدي الطلبات مكتب النائب العام في قطر طبعا. آدي استكمال، تم الورقة الثانية. أيوة بالضبط كده، عشان بنتكلم على إيه، على دلوقتي حاجات موثقة، وأصبح هناك الآن بلاغ أمام النيابة العامة القطرية. وزي ما قال الأستاذ إسلام، عايزين نشوف دولة اللي بيقولوا عليها قانون، نشوف دولة القانون. النيابة العامة القطرية بعتت لها استلام رسالة، تم استلام رسالتكم المرسلة إلى النيابة العامة وفق البيانات التالية، اسم المرسل كذا، يعني ردوا عليه وقالوا لها رسالتك وصلت، استقبلنا شكواكي. اتفضل يا فندم. مظبوط. اشرح لي. الحاجة الثانية ومن الحاجات الخطيرة جدا يا أستاذ أحمد، احنا زي ما قلنا في الأول الموضوع بتاع الحياة الشخصية دي مصونة ولا تمس، ومحدش يقدر ان هو ينشر الحاجات دي، او رغم ان انا عندي يعني بقى جات لي طبعا كمية وثائق ومستندات طبعا حضرتك يعني هبعت يعني منها لحضرتك تاني بعد كده، مش الحلقة دي بس، في حاجات تانية حلقات تانية، ولكن احنا بنتحرك بالجهة بالقانون. في حاجة تانية مهمة جدا من التسجيلات اللي هي كانت ارسلتها ليا بالصوت، ان هو كان بيجبرها على شرب الفودكا، وانه مدخن شره، وانه بيعتدي عليها بالضرب، وفي اكتر من وقعة كانت مسجلاها بالصوت، منها وقعة حكت انها كانت جاية من جلسة علاج كيماوي في المستشفى وقام بضربها وبالاعتداء عليها ضرب مبرح، حتى انه بهدل محتويات الشقة لمجرد انها اتصلت بيه في وقت غير متفق معاه على الاتصال فيه. وده طبعا يعني مش عايز اقول انا قدامنا هنا الشقة اهي، قدامنا الشقة وهو مكسرها. اتفضل. انا بقى هنا عايز اقول كلمة للناس اللي بتشوف والناس اللي بتسمعه والناس بتقتنع بآراء، اذا كان هذا الرجل بيعمل كده وهو طالع بيدعي الدين، على فكره هي برضه بعتت رساله بالمعنى ده مسجله صوتيا، قالت يا جماعه ارجوكم انا عايزه ابلغ رساله للناس اللي عندكم، ما تصدقوش هذا الرجل، ما تصدقوش ان هو بيدعي ان هو شيخ وانه مسلم وهو لا يعاملني باي علاقه بالاسلام، يعني كان بيعاملها معامله شديده العنف جدا، وحكت على انه له غراميات كثيره جدا، قلت لها انا ماليش يعني ان انا اعرف
صحيح. خصوصياته او حريته الشخصيه، لا بتاكد على ليه غراميات كتير، عنده غراميات كتير. هي ذكرت ده، ذكرت ده بصوت، دي حاجه شخصيه يعني بتاعتنا. ده بالظبط، هي حاجه شخصيه مالناش فيها احنا. صح. لكن فكره انه يدعي الفضيله يا استاذ، كل يا استاذ احمد كلنا بشر وكلنا خطاؤون. فكره ادعاء الفضيله انك تطلع على الناس تتكلم معاهم بالقران والسنه واناشيد اسلاميه وانت تفعل في الخفاء ما لا تستطيع فعله في العلن، فدي هي دي ازدواجيه الشخصيه. وهو ده اللي احنا بنوعي عليه الاخوان اللي بيعملوه في كل المجتمعات. يعني الاخوان لما بيشيعوا عن مصر شائعات واكاذيب ويبداوا يطلقوا يعني ابواق من الكذب على الدوله المصريه وعلى رئيسها وعلى شعبها.